يقول أعمل في الكويت في جمعية الإصلاح الاجتماعي وهي عبارة عن تبرعات، لكن العاملين بها من الجماعات المتبعة الإخوان المسلمون، فهل هذا العمل فيه شيء أو يؤثر على منهجي علما بأني أتبع منهج السلف الصالح؟ إذا كان العمل خيري وتعاونون عليه فلا بأس بذلك. العمل الخيري، طباعة الكتب، توزيع الكتب، نشر العقيدة، هذا شيء طيب. تنصحون اللي عنده شيء من المخالفة أو من تنصحونه بترك الانقسام والاختلاف لما بينكم، تلتزمون ما عليه السلف الصالح